حتى طبعا نتابع معك كل جديد، على ما يبدو في جديد كل شوي، يعني دائما متابعونا معك مراسلة العربية من واشنطن منى الشقاقي. والآن نتحول إلى لندن مع ضيفنا من هناك المستشار المالي الإيراني باباك أماميان. سيد باباك، أهلا بك معنا في هذه النشرة. يعني أتوقف مع حضرتك بالنقطة التي تطرقت إليها زميلتي منى، أنه ما هي العقوبات التي يمكن أن تفرض على إيران من الجانب الأمريكي الآن، والتي قد تكون ماليا واقتصاديا خانقة أكثر من تلك التي فرضت بمراحل سابقة؟ مساء الخير. إن العقوبات كانت قد بدأت منذ ما يقرب من سنة، وقد نجحت نجاحا كبيرا. وأود أن أستخدم مصطلحا لها تسمى بحرب استنزاف تستهلك إيران وتستهلك مواردها المالية، وقد حققت مأربها حتى اللحظة. إن فرض المزيد من العقوبات قد تؤتي أكلها في الفترة القادمة، لكن السؤال المطروح هو لماذا لم يستهدف الرئيس ترامب أهدافا تجارية على غرار الثمانينيات القرن الماضي عندما كانت الحرب تدور آنذاك في منطقة الخليج؟ استهدف الأمريكيون آنذاك أهدافا تجارية مثل منصات بترولية في المناطق البحرية، وأكثر من 200 ميناء غير قانوني غير شرعي يرعاه الحرس الثوري الإيراني، وهذه الموانئ باتت في حالة غير تشغيلية. فإنني أتعجب لماذا لم يقدم الرئيس ترامب على أهداف من هذا القبيل، وفقط أهداف عسكرية. طيب، البعض يقول سيد باباك أنه بالنسبة لترامب فأنه الأولوية هي عودة المفاوضات مع إيران، وهنا نطرح موضوع الوساطة البريطانية بهذه المرحلة قبل أن نسأل عن الوساطات السابقة. يعني بما تتفق بريطانيا مع الولايات المتحدة بدرجة أولى، وبما تختلف بالموضوع الإيراني، وبالتالي ماذا يمكن أن تنقل للإيرانيين هذه المرة؟ إن رسالة المملكة المتحدة إلى إيران لا تعد بقدر أهمية رسالة أمريكا إلى إيران، لأن رسالة أمريكا دائما يتم التلاعب عليها من قبل إيران رغم وصولها بصورة واضحة. وكان الرئيس ترامب قد بعث برسالة واضحة على غرار الرسالة التي أطلقها أوباما، وهي عدم تخطي الخط الأحمر، لكن تم تجاهلها. وهذه كنا قد سمعنا هذه الأمور في أكثر من مرة، لكن المشكلة أن المصداقية باتت على المحك بالنسبة للولايات المتحدة. إن الولايات المتحدة تكسب حرب الاستنزاف اقتصاديا، وباتت إيران أكثر ضعفا، لكن مسألة صدقية الولايات المتحدة هي المشكلة. كيف يمكن للمملكة المتحدة أن تحسن من صورة الولايات المتحدة وصدقيتها؟ هنا يكمن السؤال. طيب، بالنسبة لي أيضا في وساطة روسية على ما يبدو، ولكن هي مشروطة بإلغاء هذا النظام المالي الذي كانت أوروبا تنوي اعتماده مع إيران بعيدا عن الاتفاق النووي. هل برأيك يمكن كذلك اليوم لأي إجراءات من هذا النوع كتلك التي تطلبها روسيا أن تحصل؟ روسيا سوف تكون مسؤولة عن بيع النفط الإيراني، هذا أحد المقترحات التي ينظر فيها. لذا فاللاعب الأكبر والمستفيد الأكبر هو روسيا، وهذا لا يعود بالنفع على المنطقة، لأنه سوف يجعل من روسيا صاحبة اليد الطولة في المنطقة. وهناك دول أخرى أيضا في الوساطة مثل تركيا ودول مجلس التعاون الخليجي. شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة معنا من لندن المستشار المالي الإيراني باباك أماميان. أعلنت شركة الاتحاد الإماراتية للطيران تعليق رحلاتها في الأجواء